كيف حرب الغربي من داخل مدرسة الشرطة بعد تحريرها. يتم الآن دفن الجثث داخل مدرسة الشرطة. دفن جنود الأسد احتراما، ليس احتراما لجنود الأسد وليس احتراما لشبه حتى، ولكن احتراما للإنسانية، احتراما لديننا كما أن لأننا كلا ما يعمل ذلك نقوم بدفن كلا ما نفهمهم لكي لا تتفسخ الجثث وتؤذي برائحتها جميع الناس الذين حولها. هذا هو الخبر لكل خائن، لكل عميل يعمل مع النظام السوري.